هلا هلا على الجد، والجد هلا هلا عليه. حامد، حكايه مجيء صافيه وسعاد كل يوم والتاني هنا دي ما تلدش على حد، ولا ترضاها عاداتنا ولا تقلدني. يعني ايه يا ابو الشيخ يحيى؟ اسكت انت يا صافيه، انت مش عاوز تيجي هنا كل يوم تقعدي مع حامد؟ خلاص يا ابني اطلبها مني، انا في مقام ابوها الشيخ سليم الله يرحمه. انت بتقول ايه يا شيخ يحيى؟ بقول لي يرضاها ربنا سبحانه وتعالى وترضاها عاداتنا يا ابني. مالك؟ مالي ايه؟ ما انت عارف، انت عارف العهد اللي انا مديه لابو الشيخ سليم الله يرحمه. الله يرحمه. بس انت يا ابني اكتر واحد تقدر تحافظ على تحطها جوه نن عليك وتحافظ على مالها من اللي طمعانين فيه. وبعدين الشيخ سليم قال لي كده ولمح لي ان هو موافق على جوازكم انتوا الاثنين. طب وام صافي هتوافق؟ امها طول عمرها عاوزه، ما تاخذنيش يا صافي، يعني عاوزه تبيعها اللي يدفع اكتر. وعلى كل الاحوال انا هاخد رايها وهعد عليه. ايوه بس يعني اهل البلد هيقولوا ايه؟ جوازها مستوفاه لاركانها الشرعيه، انا وليها والرجاله هم شهود، والبلد كلها بكره ان شاء الله عن بكره ابيها هتعرف انها كتبت كتابك عليه. يا ابو الشيخ يحيى، والمصحف ورحمه ابويا يا حامد، ان مسلكت وخلصت الموضوع ده لكون مموته روح. استغفر الله. انت بتقولي ايه يا صافي؟ ما انت عارفه اني رايدك اكتر ما انت رايداني، بس يعني ما تبسبسش. خلاص بعد كلام ابو الشيخ يحيى مفيش كلام تاني. مين يا رجاله شاهد على جواز صافيه وحامد؟ انا وناجي نشهد يا ابو الشيخ يحيى. وانت انت تخف ريلك عن هنا. طب صافي هتبقى مع جوزها، انت هتيجي لمين؟ لصاحبتي او لجوزها يا عم الشيخ. انا عايز اتجوز سعاد. يا ابني ده لا، هذا لا يجوز، انت مسيحي وهي مسلمه. ما انا هسلم. اسلم. انت متاكد؟ ايوه انا متاكد. طب يا ابني لو ابوها ما وافقش هتسلم برضه؟ برضه هسلم. الله اكبر. طيب على خيره الله. اعمل ايه عشان اشهر اسلامي؟ بسيطه، تنطق بالشهادتين وتعمل بهما. وانا عارف الشهادتين يا عم الشيخ، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. انت بتزغرتي عمال على بطال كده؟ انت عمال على عمال. يلا بينا بقى نروح قبل النهار ما يطلع، وبكره ان شاء الله نيجي نتمم الحكايه دي. يلا. على السلامه يا عروس. يلا يا بنت يلا. ارجع حالك. مبروك يا بشار. مختار. الله يبارك فيك. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.